السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أرحب بجميع متابعي قناة المنح الدراسية للطلاب العرب. في هذا الفيديو سنقوم بشرح خطوات التقديم لمنح جامعة طهران الطبية. طبعا قبل أن نبدأ خطوات التقديم ونوضح كيفية ملء استمارة التقديم، يجب أن ننوه لأشياء مهمة. أولا، بالنسبة لتمويل المنحة، تكلمنا سابقا بالنسبة لطلاب الدراسات ما بعد الدكتوراه، المنحة ممولة بالكامل، تتضمن مميزات حلوة جدا، فيها الراتب وإعفاء الرسوم الدراسية وعدة مميزات. فقط المنحة ما بتمولش تذاكر الطيران، هذا فقط، أما بقية التكاليف ممولة بالكامل. بالنسبة لطلاب البكالوريوس والماجستير والدكتوراه، معانا نوعين من التمويل. النوع الأول، النوع بي، إعفاء الرسوم الدراسية. هذا طبعا يعتمد على لجنة المنح، ويتم الشيء المضمون سيتم إعفائهم بشكل كامل أو بشكل جزئي لمدة عام كامل، العام الأول من الدراسة. وبعد انتهاء العمل الأول من الدراسة يتم تقييم الطلاب، سواء في النوع A أو في النوع B أو في النوع C، يتم تقييم الطلاب، ومن ثم تصدر لجنة المنح القرار إما باستمرار المنحة أم عدم استمرارها أم تخفيضها أم إعفاء الطلاب الرسوم الدراسية بنسبة 100% أو 50% أو 40%. إذا الأمر يعود إلى لجنة المنح. هذا النقطة نسيناها في الفيديو السابق. إذا سيتم إعطاء الطلاب منح كاملة، إما بإعفاء الرسوم الدراسية بنسبة 100% إلى بالإضافة إلى بقية المميزات، أو منح جزئية بحسب قرار لجنة المنح بعد تقديم الطلاب لملفاتهم. في نهاية العام الأول من الدراسة سيتم إعادة تقييم الطلاب اعتمادا على أدائهم الأكاديمي في السنة الأولى. إذا الآن اتضحت الفكرة بالنسبة لتمويل المنحة. الأمر الآخر الذي أود التنويه له قبل بدء عملية التقديم، يجب على الطلاب تجهيز ملفاتهم بالشكل الصحيح، وخاصة رسالة الدافع أو خطاب الدافع أو خطاب الغرض، بيان الغرض، وكذلك السيرة الذاتية. يمكنكم الدخول على الرابط على موقع الجامعة الذي نشرناه سابقا بخصوص كيفية كتابة السيرة الذاتية، وهذا الصفحة موضحة للمعلومات التي يجب أن تتضمنها السيرة الذاتية، وهذا المنشور أمامكم أو التعليمات أمامكم. الأمر الآخر فيما يتعلق بخطاب الغرض من التقديم لهذه المنحة، وهذه هي الأشياء أو المعلومات التي يجب أن يتضمنها خطاب الغرض. سنضع لكم إن شاء الله الروابط في صندوق الوصف أسفل الفيديو وكذلك في أول تعليق. إذا بعد عملية تجهيز الأوراق نذهب إلى رابط التقديم لملء استمارة التقديم الإلكترونية. بعد الدخول على رابط التقديم ستظهر الصفحة الواضحة أمامكم، والتي يجب من خلالها إنشاء حساب في الأبليكيشن الخاص بالتقديم لهذه الجامعة. أولا يتم كتابة الاسم الأول، ومن ثم اسم الأخير أو اسم اللقب، ويفضل أن تكتب الاسم كاملا. بعدها يتم إدخال رقم الموبايل، ومن ثم الإيميل الخاص بالطالب المتقدم وكلمة المرور وتأكيد كلمة المرور، ومن ثم الموافقة على هذا الخيار وإدخال الرموز الموجودة في هذا الصورة بالمربع الذي أسفلها، ومن ثم التسجيل. بعد عملية تسجيل هذا الحساب وإنشاء هذا الحساب، سيتم إرسال رسالة إلى الإيميل الخاص بك لإجراء عملية تفعيل هذا الحساب كما سنرى الآن في الإيميل. بعد إنشاء الحساب سيتم إرسال رسالة إلى الإيميل الخاص بك لتفعيل الحساب، وهذه الرسالة التي نلاحظها سيتم إرسال كلمة المرور التي قمت بإدخالها، ثم إرسال الرابط الذي يجب الكبس عليه من أجل تنشيط الحساب. إذن يجب الضغط على هذا الرابط
لتفعيل الحساب الخاص بك، ومن ثم الانتقال للدخول من أجل ملء بيانات المتقدم. إذا بعد تنشيط الحساب والدخول إلى الحساب عن طريق كلمة المرور والإيميل، ستظهر الصفحة الواضحة أمامكم والتي نبدأ بها بالصفحة الأولى، صفحة البيانات الشخصية. أولا يتم إدخال اسم العائلة بالنسبة للطالب المتقدم أو آخر اسم أو ما يسمى باللقب، فاملي نيم أو سور نيم أو لاست نيم. ثم يتم إدخال الاسم كاملا، الاسم الأول وكذلك الاسم الأوسط كما هو موجود في جواز السفر، كذلك الميدل نيم كما تكلمنا. بعدها يتم تحديد النوع الاجتماعي، هل ذكر أم أنثى، وبعدها يتم تحديد تاريخ الميلاد وتحديد الجنسية، جنسية الطالب المتقدم. ونلاحظ الدول المسموح لها بالتقديم تقريبا أغلب دول العالم. هذا بعدها يتم تحديد هل تتقدم عن طريق الوكيل الرسمي للجامعة أم تقدم عن طريقك أنت. يتم تحديد الخيار yes or no، ثم الحفظ والانتقال إلى الصفحة التي تليها. بعد حفظ الصفحة هذه ننتقل إلى الصفحة التي تليها، وهذه الصفحة يتم تحديد التخصص والدرجة الأكاديمية التي تريد التقديم عليها. فأولا يتم تحديد البرنامج، هل تريد التقديم على الدرجة الأكاديمية أم دراسات ما بعد الدكتوراه. يتم تحديد أولا لمن يريد التقديم على البكالوريوس أو الماجستير أو الدكتوراه، يتم تحديد ديجري بروجرام. لمن أراد التقديم على دراسات ما بعد الدكتوراه يتم تحديد نان ديجري بروجرام. إذن فمثلا لو اخترنا ديجري بروجرام، نلاحظ الآن بعدها يجب تحديد نوع البرنامج أو الدرجة التي نريد التقديم عليها، هل طب عام وكذلك جراحة عامة أم بكالوريوس في طب الأسنان أم بكالوريوس في العلوم والصيدلة وعدة تخصصات. يمكنكم الاطلاع على التخصصات من خلال رابط التخصصات الذي وضحناه سابقا. إذا يتم تحديد الدرجة الأكاديمية، فمثلا لو اخترنا الطب البشري والطب العام والجراحة العامة مثلا، لو اخترناها بهذا الشكل على أساس بعدها نحدد التخصص. لاحظوا تم تحديد التخصص بنفس الكيفية على أساس أنه طب عام وجراحة عامة. كذلك لو اخترنا بكالوريوس علوم ستتغير الخيارات باختيار نوع البرنامج. لاحظوا ظهرت معنا عدة خيارات، منها التمريض وعدة علوم أخرى مثل العلوم الطبية وغيرها. كذلك لو اخترنا ماجستير في العلوم ستتغير الرغبات أو القائمة العلوم أو التخصصات المتوفرة. هذه هي القائمة الخاصة بالماجستير أو التخصصات المتوفرة في الماجستير. فمثلا لو اخترنا أي تخصص في الماجستير، أي تخصص فقط من أجل الاستمرار في عملية التقديم، وتم الحفظ والانتقال إلى الخطوة التي تليها والتي يتم من خلالها تحميل الوثائق المطلوبة للتقديم. إذن هذه هي الصفحة التي يتم فيها تحميل الوثائق. أولا يتم تحميل الصورة الشخصية، وبعدها يتم تحميل خطاب الدافع أو رسالة الدافع أو بيان الغرض اللي تكلمنا عنها سابقا والسيرة الذاتية، وكذلك شهادة التخرج الأولى، وكذلك بيان الدرجات للدرجة الأولى البكالوريوس مثلا. أو بالنسبة للمتقدمين للماجستير سيتم إدخال بيانات الثانوية وكذلك بيانات البكالوريوس. بعدها يتم إدخال البكالوريوس وبيانات درجة البكالوريوس، ومن ثم لاحظوا
شهادة إتقان اللغة الإنجليزية ليست إجبارية، لا يوجد بجوارها النجمة الحمراء التي تدل على أن البند هذا إجباري. كذلك يتم إدخال شهادة التدريب أو الخبرة، ومن ثم خطاب التوصية الأول وخطاب التوصية الثاني، وكذلك نسخة من جواز السفر. يتم تحميلها بالضغط على اختيار ملف، ومن ثم يتم اختيار الملف والمطلوب تحميله. بعدها يتم حفظ هذه الصفحة والانتقال إلى الصفحة الأخيرة. بعد تحميل الوثائق والمستندات المطلوبة، كما نلاحظ الآن أمامنا على الشاشة، بعد استكمال الوثائق يتم الضغط على سيف والانتقال إلى الصفحة التي تليها، والتي تعتبر أهم خيارات التقديم، وأهم خطوة في التقديم هي هذه الصفحة، حيث يتم من خلالها تحديد مصادر التمويل بالنسبة للطالب، هل سيتم التقديم على حسابه الخاص، أم سيتم التقديم على حساب الحكومة، أم سيتم التقديم لمنح جامعة طهران الطبية. إذن يجب تحديد آخر خيار اللي هي منح الجامعة. بعدها كيف سمعت عن هذه المنح؟ يتم تحديد هل عن طريق طالب في الجامعة، أم عن طريق موقع الجامعة، أم عن طريق منح أخرى أو مواقع منح أخرى. يمكنك تحديد أي خيار أو أذرز في حالة إذا كان لديك أي خيار آخر. مثلا لو اخترنا طالب مثلا في الجامعة، والحفظ والانتقال إلى الصفحة التي تليها. نلاحظ الآن اكتمل الابليكيشن الخاص بنا، وبذلك نكون قد اكملنا ادخال البيانات، لكن لم يتم انهاء عملية التقديم. اذا كان لديك اي ملاحظات يجب ادخالها وكتابتها في هذا المربع، ومن ثم الضغط على Submit Now لارسال وانهاء عملية التقديم. نلاحظ ان ملخص عملية التقديم امامنا، هذا هو ريفيو للابليكيشن الخاص بك، وقت التقديم، واسم الطالب المتقدم، وكذلك بيانات الطالب المتقدم، والدرجة الأكاديمية التي قدم عليها، وكذلك التخصص، لاحظوا، وكذلك الوثائق التي قمت بتحميلها، ونوع التمويل أو الدعم بالنسبة للرسوم الدراسية وغيرها من التكاليف، اخترنا منحة الجامعة. بعدها يتم إنهاء عملية التقديم بالضغط على Submit. جاب لنا إشعار أنه لا يمكنك عملية التعديل بعد عملية التقديم وإنهاء التقديم. لاحظوا الآن أعادنا إلى خطوة تحديد التخصص. إذن الآن بعد إدخال التخصص وكذلك الدرجة الأكاديمية والماجستير، واستكملنا بقية البيانات المطلوبة، يتم إنهاء عملية التقديم عن طريق الضغط على Submit Now والانتظار حتى إرسال الأبليكيشن الخاص بالمتقدم. نلاحظ الآن تم إرسال، لاحظوا، تم إرسال الأبليكيشن الخاص بك بنجاح، وسوف يستقبله مكتب القبول في الجامعة، وسيتم التواصل معك. إذن الآن أنت في المرحلة الأولى بعد عملية التقديم، سيتم المراجعة الأولية وكذلك عمليات التقديم المتلاحقة، وسيتم إخبارك في حالة قبولك عن طريق الإيميل. بعدها سيتم إرسال رسالة إلى الإيميل الخاص بك من أجل إخبارك بأنك قمت بالتقديم بنجاح، وإعطائك رقم الأبليكيشن الخاص بك كما هو واضح أمامكم الآن. نتمنى لكم التوفيق إن شاء الله، ولا تنسوا دعم القناة، إعجاب للفيديو، اشتراك في القناة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.